بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 أعمال الجلسة العادية 26 دور الانعقاد السنوي العادي الثاني الفصل التشريعي الخامس. الأخوة والأخوات، اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعا وبمناسبة اليوم الصحة العالمي أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي وتوجيهاته السديدة في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتحقيق الإنجازات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، كما وأعرب عن بالغ الإشادة والتقدير بجهود الحكومة الموقرة في دعم وتطوير الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية والجهود البارزة لإحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وفق الإجراءات الاحترازية التي جعلت مملكة البحرين محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية. كما ويسرني باسمكم جميعاً أن أهنئ كافة العاملين في القطاع الصحي من كادر طبي وتمريضي وإداري على عطاءاتهم النبيلة وجهودهم المخلصة وعملهم المتميز ودورهم الفاعل باعتبارهم الخط الأساسي دائماً في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وفي التصدي لفيروس كورونا المستجد حالياً، فلهم منا كل الدعم والإشادة والتقدير. طيب سعادة الأمين العام، ننتقل لجدول الأعمال، تفضل. شكراً معالي الرئيسة. من بند الاستدراك، أولاً عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة على المجلس للنظر إلى إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، وشكرا. شكرا. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجنة المختصة؟ أغلبية موافقة، تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. ثانيا، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس الشورى بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وشكرا. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ أغلبية موافقة، تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. ثالثا، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس الشورى بتعديل البندال من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 على المجلس النظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وشكرا. الموافقون على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ أغلبية موافقة، تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. رابعا، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس النواب بإضافة مادة جديدة برقم 261 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 سنة 1976 على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وشكرا. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ أغلبية موافقة، تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بإلغاء البند 1 من المادة 6
من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل على المجلس للنظر إلى في حالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وشكرا. شكرا. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ أغلبية موافقة. تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. سادسا، الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري بخصوص طلب تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر من تاريخ انتهاء فترة عملها التي انقضت بتاريخ 27 مارس 2020. وشكرا. تفضل سعادة النائب محمود البحراني. معالي الرئيس، أنا عضو في اللجنة. اللجنة معنية في تحقيق في الركود الاقتصادي. الركود الاقتصادي الحين ما صار في أي تحقيق أو أي شيء نناقش فيه أو نبحث فيه، لأن الركود صار هو كورونا، فما في أي شيء أبحث فيه لا اليوم ولا باكر ولا عقب 6 شهور ولا عقب سنة. الوضع الحالي الحين في حزم اقتصادية الحكومة قاعدة تقوم بها بشكل عام. فأتمنى من إخواني أصحاب السعادة اعذروني ان انا ما بصوت الى هذا تمديد المقترح لانه ما في جدوى منه، واترك الامور وثق ثقه تامه بالقياده الرشيده في حل الازمه الاقتصاديه. شكرا. شكرا. سعاده النائب علي اسحاقي رئيس اللجنه، تفضل. شكرا معالي الرئيس. احترم اخوي محمود البحراني. انا اعتقد هاللجنه تم تشكيلها للتحقيق في موضوع الركود الاقتصادي. في اول الايام احنا في اللجنه كنا تطرقنا للموضوع وشفنا ان الموضوع اللي احنا ما كنا واصلين ركود، كنا نتكلم عن تباطؤ اقتصادي، فكنا نناقش هل احنا نغير مسمى ولا لا، ولكن اليوم فعليا وصلنا للركود بسبب الازمه الدوليه اللي صارت بموضوع كورونا. ولكن فيه تبعات جايه. اليوم الحكومه ما قصرت، قياده سيدي ولي العهد أطلقت حزم كثيرة قاعد تدعم الاقتصاد، وصار الدعم صار أحادي من طرف الحكومة فقط، الأطراف الأخرى قاعدين سايلنت للحين. فاليوم في تبعات كثيرة بتي أن ممكن الركود، ممكن أنا ما أتحكي على البحرين، أتحكي على النطاق الدولي، ممكن يوصل حتى للكساد. فإحنا اليوم وجود اللجنة ارتئينا أن تمديد الفترة بيكون جدا مهم للفترة القادمة. نحتاج نكون متعاونين مع الحكومة، متعاونين بيننا على أساس توضيح الوضع إحنا في أي بعد الانتهاء من الأزمة إحنا في وين بنكون، هل بنكون في ركود ولا بنكون في كساد، وشنو الأشياء المطلوبة، واجتماعاتنا لازم تستمر مع الجهات الرسمية. لهذا السبب إحنا طلبنا التمديد مع الرئيس، وأتمنى أن المجلس يوافق على التمديد على أساس فترة قادمة نشوف الأوضاع وين إحنا نكون، من وين نبتدي. سعادة النائب دكتور عبد الله الذواري، تفضل. معالي الرئيس. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، الركود الاقتصادي هو أن تكون سنة كاملة من عدم النمو، والكساد هو أكثر من سنة. اليوم إحنا مع الظروف الاستثنائية بأزمة كورونا، طبعا هناك كثير من المراجعات والدروس المستفادة راح تنظر فيها بعد تجلي هذه الأزمة. لذلك أن التمديد هو والبقاء على هذه اللجنة مهم جدا حتى تتضح الأمور. وبعدين عندنا اللجنة منتهية اليوم، اللجنة منتهية أعمالها من 27 مارس، فبالتالي يا أن نلغي اللجنة أو أن احنا نمدد لها. فالأفضل أن احنا نمدد للجنة، نمدد لها مرة أخرى على أساس احنا نعرف الظروف والأمور اللي راح تستجد في هذا المجال وناخذ على أساسه. ولكن الآن احنا في تباطؤ، وتباطؤ قد ينتج عليه ركود اقتصادي، وهذا الركود الاقتصادي قد يطول سنة أو أقل، وقد ينتج كساد. ولكن اليوم مثل ما تفضلوا بعض الأخوان، نحتاج وقت على أساس هذه اللجنة تستمر في عملها وتستمر في أدائها، بحيث أنها هي تنظر إلى كل الأمور لاحقا. شكرا معالي الرئيس. شكرا. بس قبل ما أعطيك المداخلة سعادة النائب أحمد، للتذكير إحنا لسنا بصدد مناقشة موضوع الركود، نحن فقط نريد أن نمدد بالموافقتكم أو لا نمدد للجنة، إنما مناقشة الركود وأسبابه ومسبباته وظروف الكورونا هذا موضوع آخر لو سمحتوا. سعادة النائب أحمد العامر، تفضل. شكرا مع الرئيس. طبعا أتفق مع رئيس اللجنة الأخ علي إسحاقي بالنسبة حق تمديد هذه اللجنة. طبعا شفنا الحزم الثمان اللي من توجيه سامي نجاة الملك، وكيف إن شاء الله بيكون تأثيرها
على الاقتصاد بشكل عام. ولا ننسى احنا يا جماعه احنا حطينا الميزانيه على مبلغ 60 دولار، والميزانيه الان او البترول الان نزل عن اكثر من اقل من 30 دولار، فمعناته هناك بنواجه في المستقبل ايرادات اقل بكثير من المتوقع كان في اللي خططنا عليه احنا في الميزانيه العامه. فلذلك لازم احنا نمدد هذه اللجنه ويكون لنا دور ايضا مع الحكومه مشارك في كيف المعالجه حق الازمه في المستقبل. شكرا مع الرئيس. شكرا. اذا القرار لمجلسكم في الموافقه على طلب رئيس اللجنه بتمديد فتره عمل اللجنه. تفضلوا. أغلبية موافقة. تفضل سعادة الأمين العام. معالي الرئيس، المشاريع بقانون تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام المرافق المرسوم رقم 41 لسنة 2019. شكرا. شكرا. سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي مقرر اللجنة، تفضل. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل مقرر اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تداولت اللجنة في مشروع القانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام لمملكة البحرين. وقد وافقت اللجنة على مبررات مشروع القانون المعروض والتقت بوفد وزارة الداخلية والتباحث معه في أحكام مشروع القانون. ونظراً لأهمية مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر ومدى حاجة البلاد الملحة إلى مثل ذلك المشروع بقانون، خاصة في ظل الأجواء الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى تكاتف وتلاحم جميع أفراد المجتمع البحريني مع القيادة الحكيمة للبلاد تحت رعاية وقيادة ملك البلاد المفدى، فقد ارتأت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وبالإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019، وتهيب اللجنة بمجلسكم الموقر الموافقة على مشروع القانون من أجل مزيد من الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة. تفضلي معالي. شكرا مقرر اللجنة. بس قبل ما أعطيكم، ما شاء الله عندي قائمة هنا من المداخلات وعلى الشاشة كما ترون، أريد أن أذكركم بأمر مهم. حسب التعليمات اللي عندنا واللي احنا دائما كلنا ندافع عن كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية بعدم بالالتزام بهذه الإرشادات، بهذه التعليمات، عدم الإبقاء في مكان واحد لفترة طويلة، فأنا أيضا من مسؤوليتي أن أذكركم بأن هذا المجلس يجب أن لا ينعقد أكثر من ساعتين من الوقت حفاظا على صحتكم، والأمر عندكم أنتم في المحافظة على صحة الجميع وصحة الموظفين الملتزمين معنا والحكومة الموجودين في هذه القاعة وكل الموجودين والصحافة وكلهم. فرجاء المداخلات إذا تسمحون لي أن تكون 3 دقائق لكل مداخلة، وكما أرجو عدم تكرار كلام بعضنا البعض. إن قيل ما تريد أن تقوله فقل أثني على ما قاله زميلي وتلتزم فقط لا لأني أريد أن أصادر حقكم، إنما حفاظا على صحتكم. أول المتداخلين رئيس اللجنة سعادة النائب محمد السيسي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. في البداية أرحب بوفد وزارة الداخلية برئاسة معالي الشيخ ناصر واللواء محمد بو حمود، الحمد لله على السلامة طال عمرك. معالي الرئيس، بالتوازي مع مرسوم القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين وعلى الأخص وجه الأخص المادة 10 اللي أتت للتعديل وإضافة التطوع للقوة الاحتياطية، أتى هذا المشروع بالتوازي معاه من أجل استيعاب المتطوعين في خدمة الأمن العام. معالي الرئيس، البحرين اليوم تمر بظرف استثنائي، بل العالم أجمعه يمر بظرف استثنائي وهو ظرف الكورونا، ولا شك أن قدرات الدول تصغر أي دولة كانت عن
هذه الجائحة. لذلك الحاجة ملحة اليوم للتطوع، الحاجة ملحة للتطوع مع الرئيس، الحاجة ملحة للتطوع، وهذا المشروع أتى في الوقت المناسب من أجل استيعاب 30,000 متطوع وتوفير غطاء تشريعي لهم، لأن هذا الغطاء سيوفر لهم الحماية، سيوفر لهم إصابات العمل، سيوفر لهم الرواتب، سيوفر لهم التقاعد، سيوفر لهم جميع المزايا الوظيفية. مع الرئيس أن التطوع له هدف نبيل وله شرف لمن يتطوع في خدمة الأمن العام أو خدمة الدولة أو خدمة العالم بشكل عام. المتطوع مع الرئيس يكتسب خبرة ومهارة ميدانية ومهارة إدارية تساهم في الارتقاء بمهاراته في عمله الحالي سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص، كما أنه تعطى أولوية للمتطوع من أجل الانضمام والتوظيف في صفوف قوات الأمن العام. مع الرئيس المشروع احتوى على 24 مادة، سيأتي عليها أخي سعد النائب عبد الذوادي بالتفصيل المقرر، وإن شاء الله سنكون موجود لتوضيح أي لبس كان على الأخوان في المجلس. المشروع إن شاء الله من أجل البحرين، المشروع إن شاء الله من أجل المتطوعين، وحتى المواد اللي حسب ما علمت بعض الأخوة عندهم بعض التحفظ عليها إن شاء الله سنشرحها شرح وافي بالتعاون مع الأخوان في وزارة الداخلية، وسيعلمون القصد والهدف وراء هذه المادة والفائدة المتوخاة للمتطوع. شكرا مع الرئيس. شكرا. سعادة النائب عيسى الدوسري تفضل. أصحاب السعادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نحتاج إلى سن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام في أداء الواجبات والمسؤوليات بدافع الولاء والانتماء للوطن، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، وإيمانا بأهمية الشراكة المجتمعية في بناء وتطور المجتمع وتنمية المسؤولية الجماعية المشتركة بين أبناء الوطن، واستثمار كل ما لديهم من منطلقات بما يعود بالنفع على البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بتشكيل لجنة تعنى بشؤون المتطوعين وإبرام عقد العمل التطوعي مع المتطوع، بحيث يكون المتطوع على علم ودراية بالمهام والأعمال والمجالات التي يشارك بها، على أن تحتسب مدة التطوع ضمن خدمة التطوع الفعلية بجهة عمله سواء كانت في الحكومة أو في القطاع الأهلي. وعليه أرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا القانون وبدون تردد، وحفظ الله مملكة البحرين. شكرا مع الرئيسة. شكرا، وشكرا أيضا على التزامك بأقل مما هو متاح من الوقت، كل الشكر. سعادة النائب أحمد الأنصاري تفضل. معالي الرئيس، التطوع هو الجهد الذي يبذله أي إنسان بلا مقابل لمجتمعه بدافع منه للإسهام وتقديم الرعاية الاجتماعية. والمتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه عن طواعية ودون إكراه أو ضغوط خارجية لمساعدة ومؤازرة الآخرين بقصد القيام بعمل يتطلب الجهد، ويسعى العمل التطوعي لخلق روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة. وفي البحرين استجاب الآلاف من المواطنين والمواطنات للحملة الوطنية من أجل التطوع في مواجهة فيروس كورونا، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى وعي هذا الشعب ومدى حبهم لفعل الخير دون مقابل، إنما تطبيقا لقول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وكذلك قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون خدمة الآخرين ومصلحتهم العامة على المصلحة الشخصية الخاصة. ولدينا مثال قرآني في التطوع في قصة سيدنا موسى عندما سقى الماء لغنم المرأتين دون أن يطلب منه ذلك ودون مقابل. وقد رأت الدولة منذ فترة أن تقوم بتنظيم مسألة التطوع عن طريق سن قانون خاص للتطوع في قوة الدفاع البحريني أولا، وفقا للمادة 2 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 87،
ثم بوزارة الداخلية لخدمة الأمن العام، ونحن اليوم بصدد مناقشة هذا القانون والذي قدمته الحكومة لمجلسنا الموقر بتاريخ 28/5/2019، أي قبل سنة كاملة. فشكراً للحكومة الرشيدة على اهتمامها بهذا القانون ورفعه وتقديمه في وقت لم نكن نعاني فيه أي شيء، إنما كانت الفكرة نظرة استباقية من وزير الداخلية وقراءة مستقبلية مع تسارع الأحداث داخل وخارج المملكة. واليوم بتنا في أمس الحاجة إلى هذا القانون لتنظيم عملية التطوع كي تكون وفق الدراسات الدولية وتوضع لها النظم والجزاءات والمكافآت وآلية التطبيق، لا أن تكون عشوائية أو إنما منظمة من قبل جهات رسمية وفق القوانين. والقانون الماثل أمامنا فيه الكثير من المزايا والأمور التي تساعد على تنظيم عملية التطوع، فقد راعت عدة جوانب منها حقوق وواجبات كل من المتطوع وجهة عمله ووزارة الداخلية عن طريق إنشاء لجنة شؤون المتطوعين والالتحاق بالعمل التطوعي. إننا نرى أن بعض المواد تحتاج إلى شرح، وسوف نقدم تساؤلاتنا عنها عند مناقشة المواد، وذلك لتجنب نفور الأفراد عن التطوع. ومن حيث المبدأ فإننا نتفق على ضرورة وجود هذا القانون ولا خلاف عليه أبدا إذا تم الاتفاق على المواد. نهاية الأمر الموضوع اختياري وليس إلزامي لمن يرغب في التطوع أن يقرأ القانون. فشكرا لكل من عمل واجتهد في التطوع بدءا من قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والمتطوع الأول لخدمة هذا الوطن والمواطنين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد قائد فريق البحرين. والشكر موصول لمعالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية على اهتمامه بهذا القانون. حفظ الله البحرين وقادتها وشعبها من كل سوء وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان. ساعتنا بالدكتورة سوسن كمال، تفضلي. معالي الرئيس، المواطن البحريني كما يعلم الجميع محب للتطوع بطبعه وتجري المواطنة في دمه، وليس أدل على ذلك من حجم التطوع الهائل للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا خلال الأزمة الراهنة. لذا فإننا نشجع مثل هذه القوانين التي تنظم أحكام التطوع الاختياري وتفعل الشراكة المجتمعية وتستفيد من الجهود الأهلية في خدمة أهداف الدولة. وتعتبر فكرة مشروع القانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام فكرة موفقة، خصوصاً مع استعداد الدولة لرصد الاعتماد المالي اللازم لتغطية نفقات المشروع، فضلاً من أننا نتحدث عن مجال بالغ الأهمية يضمن حماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات التي تواجه سلامتهم ورفاهية مجتمعاتهم. ويضمن المشروع عدم الإخلال بالراتب والمزايا الوظيفية المقررة والاشتراكات التقاعدية للمتطوعين أثناء فترة انقطاعهم للتطوع، حيث يستمر صرف رواتبهم إذا كانوا في القطاع العام، أما إذا كانوا في القطاع الخاص فتلتزم جهة عملهم ب 30% من الراتب، وتتحمل الدولة صرف الباقي للأجر خلال السنة الأولى وكل الأجر بعد تلك السنة. ونرى معالي الرئيس أن المرئيات الواردة من وزارة التربية والتعليم حول المشروع مرئيات قيمة، باعتبار أن الوزارة صاحبة أكبر تجربة تطوع في تاريخ البحرين الحديث وتعي ما للتجربة من تحديات محتملة، حينما أشارت إلى ضرورة مراعاة وضع الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي حال قبولهم في هذا العمل الوطني النبيل، وبما لا يتعارض مع أدائهم لمهامهم وبرامجهم التي يتطلبها العمل الوطني التطوعي، خصوصاً وأن مشروع القانون يسمح لمن هم في سن 21 بالمشاركة ولمن هم في سن 18 بحسب التعديل الأخير الذي لم تمانعه وزارة الداخلية الموقرة. وبما أن المادة 7 معالي الرئيس من مشروع القانون
تشترط أن يراعى عدم تأثر المستقبل الدراسي للمتطوعين أو تعطيل برنامجهم التعليمي في حين توجد مدد ومواعيد وأوقات امتحانات تتطلب الحضور لإتمام المتطلبات والحصول على الدرجة العلمية، فإننا نوصي بأن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم عند قبول المتطوعين من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي للحفاظ على مستقبلهم الدراسي وعدم تعارض ذلك مع عملهم الوطني السامي. ومن زاوية أخرى فإننا نرى في المادة 17 تكريماً يستحقه معالي. عفواً سعادة النائب دكتورة، خلي المواد لحينها، احنا نتكلم الحين في المبادئ الأساسية لو سمحت. من زاوية أخرى فإننا نرى في المادة 17 تكريماً يستحقه معالي وزير الداخلية ثقة جلالة الملك قبل أن يكون التكريم للمتطوعين لأدائهم واجبهم الوطني النبيل، فهي تجيز لمعاليه منح الأوسمة والشهادات التقديرية والأنواط للمتطوعين نظير الأعمال التي تتسم بالشجاعة والبطولة والإقدام. سعادة النائب باسم المالكي تفضل. شكراً معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معالي الرئيس، في البداية نشيد بدور معالي الوزير الفريق الأول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة حفظه الله في حفظ الأمن والارتقاء في الخدمات الأمنية، وما تكريم الشيخ راشد بجائزة الأمير نايف للأمن العربي إلا دليل على دور وزارة الداخلية الكبير في خلق منظومة أمنية متكاملة. إن مشروع معالي الرئيس القانون للتطوع مع قوات الأمن العام يأتي كبداية لمرحلة جديدة من الأمن في البحرين، والذي احتفلنا جميعا بمرور 100 عام على الأمن في العام الماضي، وأن هذا المشروع سيؤسس شراكة اجتماعية في بداية منظومة أمنية متكاملة. معالي الرئيس، هذا القانون يأتي في وقت نحن بحاجة لتأصيل الشراكة بين المجتمع والقوات الأمن، خصوصا في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا والتي تتطلب فلسفة جديدة لبناء المنظومة الأمنية في مملكة البحرين. كذلك أن الوضع الذي نمر فيه حاليا في مواجهة فيروس كورونا يتطلب تكاتف الجميع الحكومي والمجتمع للحد في انتشار فيروس كورونا، وهذا الأمر يكون في تأصيل ثقافة المشاركة في حفظ الأمن باعتباره واجب وطني على الجميع، ولن يكون هذا ذلك إلا في خلق آلية عمل جديد في العمل الأمني. معالي الرئيس، هذا القانون سيعزز من روح الولاء والانتماء إلى الوطن باعتبار أن الجميع هو رجل الأمن، والأمن مسؤولية الصغير قبل الكبير، وأن الحفاظ على الاستقرار وأمن البحرين وحماية الأوراح والممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية مسؤولية تقع على عاتق المجتمع. أننا جميعا دون استثناء مستعدون للعمل لخدمة رجل الأمن الذي لهم الفضل بعد الله فيما وصلت له البحرين من أمن وأمان، فالجميع يستطيع التحرك والتنقل بكل راحة نفسية ودون خوف والعيش باطمئنان، فنعمة الأمن لا تقدر بثمن ولا يعرفها إلا من فقدها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وحفظ البحرين وقيادة وشعبا من كل سوء، ودام الله الأمن والأمان والاستقرار على البحرين. شكرا معالي الرئيس. اللهم آمين. شكرا. سعادة النائب محمد محمود تفضل. مداخلاتنا طبعا معالي الرئيس في على التوصيات على المواد، يعني مش في المبادئ والأسس، إذا تطلبها لاحقا إن شاء الله. شكرا. سعادة النائب دكتورة معصومة عبد الرحيم تفضلي. في البداية أتقدم إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني على جهودهم وتواصلهم مع الجهات المعنية بدراسة قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يجيز لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام دعما لقوات الأمن ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن. إن وجود العديد من البرامج المساندة والتي يتم تقديمها وخاصة في العطلة الصيفية، واحتواء العديد من أبنائنا في ظل رغبتهم بشغل أوقات فراغهم وفي ظل الموافقة على هذا القانون، سيساهم في احتواء المزيد من خريجي المرحلة الثانوية، والذي حدد القانون سن التطوع من 18 سنة والاستفادة منهم في خدمة المملكة في الأعمال المفيدة. كما إن وجود رغبة
عدد منهم في التوجه إلى العمل بعد إنهائهم متطلبات المرحلة الثانوية وعدم حصولهم على وظائف في فترات متقطعة ووجود أوقات فراغ بالنسبة لهم يجعل من هذا القانون منظم لهم ويحميهم بالدرجة الأولى ويوفر لهم العديد من المفاهيم والاحتياجات وعدم الوقوع في أي أخطاء بما يحفظ لهم مستقبلهم. كما إن وجود مناهج المواطنة المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمدارس وتحديثها بشكل مستمر من شأنها أن تتكامل الجهود بتطبيق ذلك عملياً من خلال المشاركة في التطوع لخدمة الأمن العام، بما يشكل منهجاً ومفهوماً واضحاً للطلبة بعد تخرجهم، بما يجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم والمحافظة على عدم انسياقهم لأي أعمال مخالفة للقانون. كما أن الأهداف القائمة على التشريع والتي تهدف إلى المحافظة على الأمن وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، خصوصاً مع وجود أحداث مستجدة تطرأ على المملكة كالأحداث السياسية وانتشار فيروس كورونا، وفي ظل الوعي المجتمعي بعد عدة حملات التطوع يدل على أهمية الموافقة على التشريع للمصلحة العامة وللأهداف الذي يسعى لتحقيقها. إن قرار القانون سيساهم كذلك في المحافظة على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا COVID-19، وتمكين المتطوعين من المساهمة في الحملات المستمرة لمنع التجمع ومساعدة قوات الأمن بمنع ذلك، لما يحفظ للمواطنين وللمقيمين ويساهم في التوعية الأمنية. وعلى اعتبار أن القانون قد رعى كذلك لطلبة المرحلة الجامعية والذين يجب أن تكون هناك أمور واضحة بشأن إعطائهم فترة التطوع خلال الإجازة الصيفية والتي حددها القانون من فترة شهر إلى 5 سنوات مراعاة لهم، مع مراعاة الطلبة الراغبين في دراسة الفصل الصيفي وتحديد الأوقات التي تتناسب معهم، وكذلك إيماناً بأهمية العلم والمحافظة على رغباتهم بإكمال دراستهم الجامعية والمحافظة على معدلاتهم الأكاديمية، فإنه يجب أن تكون هناك أمور واضحة ومحددة بالنسبة لهم وعدم إلزامهم بمدة طويلة. شكراً مرة ثانية للجنة وشكراً للنواب الأفاضل. شكراً جزيلاً. سعادة النائب عبد الله الدوسري تفضل. طبعا بداية أريد أن نتكلم عن هذا القانون، قانون التطوع لخدمة الأمن العام. اليوم معالي الرئيس، هذا القانون سيشكل علامة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، وخصوصا أتى في وقت متزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وما شاهدناه من جهود المتطوعين حقيقة التي أثلجت صدور الجميع. ونحن الآن بحاجة إلى أن ننظم هذا الأمر وفق قانون لخدمة الأمن العام. البحرينيين معروفين بالتطوع ودائما متميزين في هذا الجانب، والفعاليات التي استضافتها سواء كانت خارجية أم داخلية في مملكة البحرين نجحت فيها وتميزت من خلال المتطوعين البحرينيين. فاليوم تأطير هذا القانون في خدمة الوطن والأمن يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة لجهود أبنائها المتطوعين. هناك العديد من الدول المتقدمة عملت بهذا القانون وحققت نجاحات كبيرة.
تحمل المسؤولية الوطنية وخصوصا في جانب الأمن العام يصب في صالح الوطن ويكون هناك وعي لدى المجتمع بأكمله، هو من يحمي نفسه بنفسه وهو من يقار على وطنه، ومن خلال التطوع في الأمن العام سوف يكتسب المهارات العديدة وكيفية التعامل وتطبيق القانون، وهذا ترسيخ لمبدأ الشراكة المجتمعية. والمجتمع البحريني واعي طبعاً، والقانون هذا يأتي لصالح الوطن والمواطنين. ونشكر حقيقة اللجنة على جهودهم لهذا القانون الذي سوف يشكل نقلة نوعية وعلامة فارقة في مملكة البحرين. وأنا أعلن من قبة هذا البرلمان في بيت الشعب أنني مع هذا القانون، وأنني أعلن استعدادي للتطوع من ضمن هذا القانون في خدمة الأمن العام ومملكة البحرين. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب عيسى القاضي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا نحن اليوم أمام مشروع هام لا يقل أهمية عن فتح مجال التطوع لقوة دفاع البحرين، والذي توافقنا عليه في مجلس النواب استشعارا من الجميع بأهمية التطوع من أجل الوطن. ولا شك أن المواطن البحريني لديه تاريخ طويل من العمل التطوعي المشرف، وآخرها إقبال أكثر من 30,000 مواطن للتطوع في الجهود الوطنية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ليكونوا ضمن فريق البحرين. هذا المشروع بقانون يحقق المصلحة العامة والشراكة المجتمعية التي انتهجتها وزارة الداخلية، والتي تؤكد الأهداف التي رسخها المشروع الإصلاحي لحظة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ترسيخ مبادئ التعايش في وطن يضم الجميع، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وتفعيلا للتعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني من رجال الأمن لتحقيق السلامة والأمن والأمان لمملكة البحرين. معالي الرئيس، نمر ما يمر به العالم من ظروف وأزمات متغيرة تتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا لخدمة الوطن بكل الطاقات الممكنة، وما يساهم في نجاح هذا المشروع هو الحس الوطني الذي يتميز به المواطن البحريني وانتمائه لهذه الأرض. معالي الرئيس، أن المواطن البحريني ومن خلال قانون ينظم عملية تطوع للأمن العام يفتح المجال الحقيقي أن يساهم كل فرد بما يمتلك من قدرات ومهارات وطاقات في توظيفها في وزارة الداخلية، وبالشكل والإطار القانوني الصحيح الذي يعطي خارطة طريق واضحة للجميع في إطار التطوع وكيفية تنظيمه وضمان نجاحه ببنود واضحة للجميع. في الختام أتمنى من الله عز وجل أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا، وشكرا معالي الرئيس. سعادة النائب غازي الرحمة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، في البداية حبيت أشكر فريق البحرين قيادة سمو ولي العهد وجميع الجهات الأخرى اللي قاعدين يقدمون نموذج فعال لمملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا، خصوصا اللي في الصفوف الأمامية وممثلين في الممرضين والأطباء ومنتسبين وزارة الداخلية اللي قاعدين يضحون بوقتهم وصحتهم لخدمة شعب البحرين. وحبيت أشكر أيضا وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية على الجهود اللي قاعدين يقومون فيها، خصوصا في تطبيق قرار منع التجمعات، واللي كان الأثر البالغ في الحد من فيروس كورونا، وأيضا مكافحة الشائعات والحفاظ على الأمن العام. معالي الرئيس، المشروع قانون اللي عدنا إياه اليوم جاي في وقته، خصوصا في تفشي فيروس كورونا، خصوصا ان احنا شفنا الفزعة الجماهيرية الى شعب البحرين بالنسبة للمتطوعين اللي وصلت ل 30,000. هاي ان دلت تدل على وعي المجتمع البحريني وتلاحمه وحبه لوطنه والتفافه حول قيادته. المشروع بكل بساطة معالي الرئيس راح ينظم التطوع في الامن العام، راح ينظم
سبل التدريب للمتطوعين، وراح يكون لهم ايضا يعرفونهم على الحقوق لهم والواجبات اللي عليهم راح تكون. هذا المشروع بقانون راح يكون فيه لنقلة نوعية لمملكة البحرين خصوصا في هذه الظروف، ونتمنى مجلسكم موقر بالموافقة عليه، وشكرا. شكرا. سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان تفضل. شكرا معالي الرئيس، صباح الخير. أضم صوتي إلى صوت إخواني النواب في التأكيد على أهمية هذا المشروع لما فيه من وضوح في مسألة الشراكة الاجتماعية وتعزيزها على مستوى البحرين. احنا بالفعل احنا يجب ان نقول ان هناك بالفعل يعني جانب تشريعي مهم في هذه المسألة ربما غاب سنوات طويلة. الآن اعتقد نستكمل بهذا القانون ان شاء الله مسألة الجانب التشريعي في هذا الموضوع، لكن تبقى ايضا مسألة تطبيق المشروع على الأرض الواقع. تطبيق المشروع على الأرض الواقع يحتاج ايضا الى ايضا ان بنفس الروح التي اليوم السود في البحرين، هذا الأعداد الكبيرة 30,000 متطوع في البحرين واكثر من ذلك ايضا في الصفوف مع الواقفين في الصفوف الأمامية لمحاربة كورونا. أنا أعتقد هذا يعطي نفس جديد للحراك المجتمعي نفسه، وفي نفس الوقت يعطي أيضا دفعة قوية للشراكة المجتمعية المأمولة في المستقبل. أنا أكرر بعض التساؤلات اللي طرحها زميلي النائب يوسف زينل، وهي أن في الوقت الذي يقترح المشروع الفئات العمرية مثل 18 سنة و21 سنة كما وافقت عليه الوزارة الداخلية مشكورة، أيضا هناك أيضا فئات المقيمين، لكن في نفس الوقت يغيب عن المشروع أيضا لماذا لا تشمل فئات العاطلين، خاصة أن نحن عندنا يعني أعداد كبيرة من العاطلين في البحرين، ربما هذا يساعد حتى في حل مشكلة البطالة مستقبلا. أنا أعتقد هذا الموضوع مهم جدا، لأن أذكر أيضا بأن من حوالي 10 سنوات وأبان الأزمة في البحرين معالي وزير الداخلية ذكر بالحرف الواحد أننا نحتاج آنذاك إلى 20,000 في سلك الداخلية في 2011. فإحنا اليوم أولى بأن بالفعل نستطيع من خلال هذا القانون أن نستوعب أعداد كبيرة، ونستطيع أيضا أن ندقق حتى في مثلا خلفياتهم الجنائية وغير ما إلى ذلك بكل سهولة. والمهم أن يكون هناك نفس قوي جدا في البحرين ووطني على مستوى الرسمي والشعبي بقبول هذه الفئات من الشباب التي ربما تخفض العبء على الدولة في مسألة التعاطي مع مشكلة البطالة مستقبلا، وشكرا. شكرا. سعادة النائب بدر الدوسري تفضل. طبعا معالي الرئيس، أن مشروع التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام يهدف لتعزيز الولاء والانتماء للوطن ويعزز المسؤولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، ويعد أحد ركائز الأمن العمل الأمني، لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن. وقد انتهينا في لجنة الشؤون الخارجية مشكورين رئيسا وأعضاء من دراسة هذا القانون، وندعم إقرار هذا المشروع ورفعه للحكومة دعما لقوات الأمن ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات. وأؤكد لكم معالي الرئيس أن المشروع بقانون يعزز الدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تكثيف الجهود لحماية أمن الوطن والحفاظ على منجزاته. وأشيد هنا بجهود معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وجميع العاملين في وزارة الداخلية في تعزيز أمن واستقرار مملكتنا الغالية. شكرا جزيلا. تعال النائب الثاني علي زايد تفضل. حقيقة احنا اليوم امام قانون التطوع لخدمة الامن العام. انا ما اقول ان احنا موافقين على هذا القانون وبس، بل اتشرف ان اكون احد المتطوعين، لان هذه موضوع التطوع خاصة في موضوع الامن العام شرف، ومن يتشرف حقيقة بخدمة وطنه وبلاده لا يعادله شرف حقيقة. فأضم صوتي إلى صوت المتطوعين، وأتشرف أن أكون أحد المتطوعين، لأن كلنا ثقة حقيقة في معالي وزير الداخلية، كلنا ثقة
في سعادة الشيخ ناصر عبد الرحمن وكيل الوزارة، وكلنا ثقة حقيقة في رجال الداخلية اللي يسهرون عشان احنا ننام، يتعبون عشان احنا نرتاح، فلهم كل التحية ولهم كل الاحترام. البحرين معالي الرئيس معروفة حقيقة من بدايتها بحب التطوع، ولو التفتنا يمين يسار بنشوف جمعيات التطوع كثيرة، فرق التطوع كثيرة. الشباب البحريني اليوم غالبيته أغلب وقته يقضي في التطوع وعمل الخير، ونشوفهم في كل الميادين، في كل الساحات، في كل المجالات حقيقة. نشوفهم حتى في أيام في رمضان مثلا توزيع الأفطار وما شابه ذلك في الشوارع وغيره. هذه شبابنا، هذا البحرين وهذا البحريني وهذا الشباب البحريني حقيقة نفتخر فيه. والمواطن البحريني حقيقة تحطينه على الجرح يبره، ما يوضع المواطن البحريني والشباب البحريني في مكان إلا أبدع حقيقة وينجز، وهذه أكبر دليل الإنجازات الداخلية والخارجية. لما فتح الباب حق فريق مكافحة فيروس كورونا انهالت المتطوعين أو انهالوا المتطوعين على الموقع أكثر من 3000 متطوع. هذه دليل أن البحرين حقيقة تحب أن هي تتطوع، وشبابنا البحرين يحب يتطوع في هذا المجال. 30,000 عفوا، أكثر من 30,000 متطوع. هذا القانون حقيقة يواكب حتى قانون التطوع في قوة دفاع البحرين، وإحنا حقيقة هذا شيء مفرح للبحرين وحقيقة إنجاز للبحرين. ولو أن كان التطوع موجود أصلا في البحريني وقانون، ولكن نحتاج القانون هذا لتطبيقه يعني تقنين هذا التطوع، وإن كان مثل ما ذكرت مطبق على أرض الواقع. فكل الشكر وكل التقدير حقيقة لكل متطوع ولكل محب لوطنه ولكل محب وولائه وانتماء لهذا البلد الحبيب، وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. سعادة النائب أحمد الدمستاني تفضل. معالي الرئيس، اتفق مع المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة، والدليل خير برهان أمامنا الآن في الأخوة المتطوعين والمساندين لفريق البحرين، كلهم من الشباب البحرينيين اللي حتى ممكن يعني ما عنده مهنة يمتهنها تعلمها حاليا هناك. أرى أن هذا التطوع في خدمة الوطن واجب شرعي ولكل المواطنين الكرام، لا سيما الشباب، فهم مستقبل الوطن وبهم تتطور الإنجازات، وبهم تتطور الإنجازات في هذا الوطن الغالي على نفوسنا جميعا. كثيرا من الحوادث يمكن تخفيف آثارها من المتطوعين، وكثير من الكوارث أيضا كان من الممكن أن لا تحدث لو تدخل المتطوعين في بدايتها. فإنني أشد يدي عونا مع الحكومة الموقرة ومعالي وزير الداخلية على هذا المشروع، والله ولي التوفيق. شكرا. سعادة النائب زينب عبد الأمير تفضلي. معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. كلنا جنود لهذا الوطن، وكلنا على أهب استعداد لنفتدي هذا الوطن بأرواحنا ودماءنا. إن هذا الشعب الوفي لتراب وطنه وقيادته كان في الصفوف الأمامية عندما تم الإعلان عن التطوع لفيروس كورونا الذي لا يقف أمام سدود ولا جيوش، واليوم لن يتردد هذا الشعب في الإقدام ليكون في الصفوف الأمامية لجبهة الدفاع عن أمن هذا الوطن. ونشد على يد معالي وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على هذا القانون، وجميعنا في خدمة الأمن العام ودعما لقوات الأمن ومساندتهم في أداء واجباتهم ولاء لوطننا. وزارة الداخلية في البحرين اليوم تعمل وفق رؤية واضحة ليكون الأمن هو منطلق التنمية والإعمار وبداية الإنجاز، وهذا القانون سيعزز من الشراكة المجتمعية في بناء المنظومة الأمنية، وسيجعل من كل مواطن هو رجل أمن سيساهم في بسط الأمن والاستقرار ويحافظ على المكتسبات والأرواح والممتلكات. وشكرا. شكرا. سعادة النائب سيد فلاح هاشم تفضل. شكرا معالي الرئيسة. ونحن نناقش قانون التطوع الذي يحمل أسمى معاني الإنسانية،
وقد أسهب الأخوة من سبقوني في ذكر تجاوب الشعب البحريني قيادة وشعبا في هذا الأمر. لابد في هذا الوقت توجيه كلمة شكر وعرفان لجموع المتطوعين وللفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد ولرجال الصف الأمامي في هذه الفترة، وهم الكادر الطبي الذي يوافق اليوم السابع من أبريل الذي يحتفل فيه العالم تحت شعار دعم كادر التمريض والقابلة. ومن هذا المكان نحب أن أوجه لهم أجمل التحية وشكرا. شكرا. إذن توصية اللجنة، تفضل. مقرر توصية اللجنة وبإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع بقانون من حيث المبدأ، أغلبية موافقة. تفضل. مسمى المشروع، الموافقة على المسمى كما ورد في المشروع. الموافقون على توصية توصية اللجنة بشأن المسمى، أغلبية موافقة. تفضل. ديباجة. توصية اللجنة بشأن الديباجة، الموافقة على الديباجة كما وردت وتعديلاتها. الموافقون على توصية اللجنة بشأن الديباجة، أغلبية موافقة. تفضل. المواد. المادة الأولى توصية اللجنة، الموافقة على الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة بعد التعديل، بعد التعديل. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية، الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة، أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثالثة، توصي اللجنة كما ورد مع تعديل، كما ورد في نص المشروع مع التعديل. يوسف زينل، تفضل. أنا طبعا بالنسبة للعمر أعتقد 18 سنة هو الأفضل من وجهة نظري، لكن إذا الأخوان في الداخلية يعتقدون أنه يعني 21 هو الأفضل، وفي دراسة تبين لنا فوائد 21 عن 18، يمكن نقتنع. لكن أنا أشوف أن 18 وايد زينة ما غيره، لأن الشاب يتخرج 18 سنة، إذا بنخلي له 21 راح الجامعة كان في ثالث جامعة ثالث سنة، فصعب أنه يطلع في الآخر. أنا ما أدري يعني التفاصيل عندكم. في كل الأحوال أنا الموضوع اللي يهمني أكثر موضوع البند الأولي، أن يكون بحرين الجنسية ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين في الحالات ووفق الشروط التي تحدد أو تحدد بقرار من الوزير. أنا صراحة يعني عندي تحفظ على الفقرة اللي ما بعد البحرين الجنسية، أعتقد عندنا بحرينيين بما فيهم الكفاية، فبالتالي ما عندنا حاجة للمقيمين. ثانياً احنا نتكلم عن يعني التطوع في الامن العام، هذه مجال حساس جدا، في اسرار عسكريه، في امور يعني كثيره، انا اعتقد يجب ان يناط بالمواطن فقط مو الاجنبي. لذلك انا اقتراحي الاولي ان نكتفي بان يكون بحريني الجنسيه. اذا ما وافقوا الاخوان في اقتراحات اخرى، يجب أن نشدد على الضوابط اللي بيحطها سعادة الوزير، وزير الداخلية الله يحفظه. شكرا. سعادة النائب الدكتور علي النعيمي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. فيما يتعلق في البند أولا، فيما قيل فيما يتعلق بقبول المقيمين، أنا أود فقط أن أذكر نفسي وإياكم بأن هذا المشروع هو مشروع للتطوع، أي بأنه هو مشروع إنساني، والتطوع لا يختزل بجنسية معينة وليس بعرق معين، وإنما هي متى ما الشخص يؤمن بالإنسانية فهو يؤمن بالتطوع. بل مملكة البحرين ولله الحمد عبر تاريخها
بأكمله كانت ولا زالت تؤمن بالإنسانية وتؤمن بالتطوع، وسوف يبقى هذا الوطن للجميع. وشكرا. سعادة النائب حمد الكوهجي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، بس أنا أحب أوضح نقطة وايد مهمة. أول شيء، رجال وزارة الداخلية ورجال قوة دفاع البحرين عندهم برامج مؤهلة وتدريبية واضحة لكل شخص يخضع لمجال التدريب والتطوع، باستثناء يعني أنا بعطيك مثال سعادة معالي الرئيس، بعض الإدارات في وزارة الداخلية المدير ذي ما يدري عن عمل إدارة الثانية، على عمل الإدارات الثانية الضابط ما يدري عن عمل قسمة من مدى السرية اللي يتمتعون بها رجال وزارة الداخلية ورجال قوة الدفاع، مو معلومات على ذا كذي. إذا أنا باكر بقول بمنع المتطوعين المقيمين، على منع المراسلين اللي موجودين في الوزارات مثل وزارة الدفاع وزارة الداخلية. عندنا كفاءات قيادية مميزة في وزارة الداخلية تقدر تدير أي عملية أو أي معلومات أمنية موجودة، سواء كانت بدرجة الخطابات السرية من سري للغاية لمحظور لمحظور جدا. عندنا كفاءات مميزة تحافظ على المعلومات الأمنية لدرجة حضورهم من بدء اجتماعات اللجان مع التشريعية ومدى حفاظهم على المعلومات. واليوم قاعدين نتناقش في معلومات جدا مهمة، وقاعدين يعني نتمحور معاهم في نقط إن هي أساسية، إن المقيمين ترى ممكن أيضا يفيدوننا مستقبلا ويفيدون جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية في الوصول للمعلومة. على مثال واحد بسيط، إذا أنا أحتاج معلومة أو تطوع في منطقة معينة موجودين فيها أجانب، بقعد بحريني في وسط سوق مثلا معين أو منطقة معينة، المتطوعين لهم دور، وعندنا لكل متطوع في فوقه مسؤول وفي ضابط يتمتع بقيادة ورؤية، هو يقدر المعلومة وشنو بيأخذ منه وشنو بيعطيه. شكرا معالي الرئيس. إذن نصل إلى الرأي الأبعد. سعادة النائب باسم المالكي، طرحت رأي أبعد، إذا تعيده على مجلسكم لكي يتخذ فيه القرار. مع النص كما ورد في المشروع القانون الأصلي، المادة 3 رقم 2، ألا يقل عمره من 21 سنة، عن 21 سنة. إذن في هذه الحالة سنجزئ المادة، سنصوت على الرأي الأبعد فيما يخص عمر المتطوع بدل ما هو مذكور في عندكم في البند 2 أن لا يقل عن 18 سنة، الرأي الأبعد هو أن لا يقل عن 21 سنة، فالتصويت على أن لا يقل عمر المتطوع عن 21 سنة. أغلبية موافقة. إذن توصية اللجنة بشأن البنود، نعم فيتفضل هو يذكر البنود. توصية المادة رقم ثلاثة كما وردت في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة رقم ثلاثة، كل البنود ما عدا البند اللي جزئ وهو كان له علاقة بالعمر الذي صوتوا عليه من قبل. بقية العمر صوتنا على الرأي الأبعد اللي هو 21. اللجنة كانت ارتأت أنه يكون 18 سنة. نعم. والآن تبنى سعادة النائب باسل المالكي بتعديله كما ورد في نص المشروع. والآن نصوت كما ورد في نص المشروع. وصوتنا. صوتنا على العمر ولكن ما صوتنا على باقي البنود المادة الثالثة. فنصوت على المادة ككل الآن. المادة ككل. مادة ثالثة ككل. نعم. المادة الثالثة ككل كما ورد في المشروع مع. شكرا. نعم. مقرر لجنة، إحنا اجتزأنا من المادة الثالثة بند العمر اللي هو البند الثاني وصوتنا عليه منفردا. الحين نبي نصوت على المادة كلها بشكل عام في البنود كلها ما عدا الثاني لأنه تم التصويت عليه. تفضل. كما ورد في المشروع. نعم. أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة. توصي اللجنة بقبول موافقة على المادة كما ومع التعديل، في تعديل. سعادة النائب محمد العباسي، تفضل. فيها تعديل المادة. شكرا معالي الرئيس. كان عندنا في اللجنة التشريعية بعد ما عدلت لجنة الشؤون الخارجية على المادة 9
باتساقها مع المشروع بقانون بشكل عام. وقلنا من المفترض أن تحذف فقرة في المادة 9 لأنها تتعارض مع المادة 5 في موضوع المكافأة المالية، إلا أن لجنة الشؤون الخارجية قامت يعني بالعكس، خذت بالإجراء، هي ألغت المكافأة من المادة 5 وهي الأشمل لأنها تتحدث عن العقد، وخلتها في المادة 9 بشكل جوازي. لذلك احنا يعني انا اتمسك بالرأي اللي راحت للجنة التشريعية في ان ترجع عبارة المكافأة المالية التي ستمنح له، اللي هو حذفت لجنة الشؤون الخارجية، ان ترجع في ذي المادة، وارجع عقب في المادة 9 واشيل الفقرة جيم لان بالتعارض مع المادة 5. ف يعني تعديلي ان ترجع المكافأة المالية في مثل ما يطلب المشروع بقانون، مع وجود طبعا تصحيح الخطط الإملائي اللي قامت فيه لجنة الشؤون الخارجية، يظل كما هو. نعم نعم، شكرا، واضح. نستمع الى ايضا مداخلة سعادة النائب فاضل السواد. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، عندي تساؤل في هذا النص. هل نحن امام معالي الرئيس معي؟ نعم. هل نحن أمام عقد عمل أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا كنا أمام عقد عمل فهو أصبح عقد ملزم بين طرفين، يكون هناك مقابل أداء عمل وعوض مالي عن أداء هذا العمل. أعتقد بأن الأخوان في هذه المادة قد جانبوا الصواب في تسمية هذا العقد. كان من الأجدى تسميته، وهذا اللي أقترحه طبعا، بأن يسمى عقد الخدمة التطوعي وليس عقد العمل التطوعي. إذا كنا أمام عقد عمل فأحكام قانون العمل هو اللي راح تنطبق عليه، ولكن إذا إحنا بننظر إليه أنه هو تطوع، العنوان الرئيسي لهذا المشروع هو تطوع، التطوع هو عمل من أعمال التبرع، من أعمال التبرع وليس من أعمال المعاوضات، أن كل واحد يعوض الثاني بما قام به. نحن أمام عقد خدمة سيؤديها المتطوع المفترض أصلا بلا مقابل، ولكن القانون هنا حدد بأن هذا المتطوع له مكافأة مالية وليس أجرا كما سنأتي في المادة 9. الأخوان في هذا المشروع اتجهت نيتهم بأن بالفعل أن المتطوع ليس له أجر وإنما له مكافأة. لأي واحد يقرأها فيها يعني ابتداء يعتقد بأن المكافأة هي مسألة مقابل مالي راح يحصل عليه المتطوع عند نهاية خدمته. لا، مش هذا المقصود. المقصود هنا هو العوض المالي الذي سيحصل عليه الشخص المتطوع أثناء تأديته لهذه الخدمة، لا يمكن تسميتها أجر. فأقترح على الأخوان بأن هذا احنا أمام خدمة وليس عمل. العمل إذا 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 مشينا في أنه عقد عمل سنقع في خطأ قانوني كبير. حتى في إشكاليات قانونية بعد إقرار هذا القانون، لأن إذا من تسميته إذا حصل خلاف مدني بين المتطوع وبين الإدارة المعنية في إشكال قانوني، ماذا سيطبق عليه؟ هل هو أحكام قانون العمل واللي تم الإشارة إليه في الديباجة؟ وهذا كان خطأ، بس أنا ما أقول أنه راح يأثر عليها إذا غيرنا في نص هذه المادة. يجب تغييرها من عقد عمل إلى عقد خدمة تطوعي. وشكرا. محمد الكوهجي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أتوقع أن النص صحيح، لأن نفس ما تفضل وزير المجلسين هناك في
متطوعين جايين من جهات حكومية ووزارات حكومية، في عندهم يرتبطون بعقود عمل تطوعي. هذه العقد العمل التطوعي اللي موجود في النص كما ورد في المشروع هو عقد التزامي بينه وبين وزارة الداخلية كشأن داخلي بالحفاظ على المعلومات الأمنية، بالحفاظ على الأسرار اللي موجودة، بالحفاظ على المهمات والواجبات اللي راح توكل. فمسمى العقد العمل التطوعي هو أيضا المتطوع، هل هو راح يحيل للمحكمة المدنية في حالة راح يخضع لأحكام وشؤون القوانين اللي تتبعها وزارة الداخلية في بعض الأمور. فأعتقد المسمى نفس الشيء، يعني الخدمة المدنية أو العمل التطوعي نفس المسمى يعني. بتاعتنا فضل سوى تفضل قول بس العبارة اللي قاعد تقولها. فقط تغيير كلمة اللي هو بين عقد العمل التطوعي إلى عقد الخدمة التطوعي. إذن لمجلسكم القرار في الأخذ بهذا الرأي، وهو تحديداً بعقد العمل بدل العقد العمل التطوعي إلى عقد الخدمة التطوعية. لكم القرار، تفضلوا تصوت على ذلك. أغلبية موافقة، ولدينا أيضا رأي أبعد عن سعادة النائب محمد عيسى، تفضل. أنا قلت أن المادة 5 يرجع فيها النص اللي هي المكافأة، هما طبعا لجنة حذفت عبارة المكافأة المالية التي ستمنح له. أنا أقول أنها هي ترجع وظل توصيب أن الخطأ الإملائي اللي صححوه أنه يظل مثل ما هو. إذن ما تقول أنه هو يعني نتمسك بالرأي بالأصل المشروع كما ورد في أصل المشروع مع التصحيح رقم 2، مع التصحيح رقم 2 مال اللجنة أنا معه. نعم، ولكن مع الحذف أنا مو مع الحذف. لا، قوله بوضوح على أساس التصويت يكون أيضا على بينة. تبين أقرأ المادة؟ بقرأ المادة. تبرم الوزارة مع المتطوع عقد يسمى الآن عقد الخدمة التطوعي، تحدد فيه المهام والأعمال المجالات التي يشارك فيها المتطوع والفئة العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع والمكافأة المالية التي ستمنح له. وهم هني قاموا بتعديل ومدة عقد التطوع على ألا يزيد على ألا تزيد هذه المدة عن 5 سنوات قابلة التجديد. طيب، الأمر واضح عندكم وهذا هو الرأي الأبعد اللي هو كما أعتقد ورد في أصل المشروع مع التصحيح الإملائي أو اللغوي الموجود. تفضلوا القرار لكم. أغلبية موافقة، شكرا. مقرر اللجنة، تفضل. توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. سعادة النائب عبد الرزاق الحطاب، تفضل. تبديل بس في كلمة في المتطوع إلى فيها المتطوع، لأن الكلمة حسب ما ورد في نص القانون لابد أن الكلمة تكون صحيحة. حسب ما ورد يحدد الوزير بقرار منه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك في المتطوع، والأصل تتعدل إلى التي يشارك فيها المتطوع. تكمن أهمية مشروع التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام في تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية ضمن أفراد المجتمع البحريني وتعزيز الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وتحمل جميع الأفراد مسؤولياتهم فيما يتعلق بالأمن العام. نعم، ندعم هذا القانون دعما لقوات الأمن بدافع إيماننا التام بأهمية الشراكة المجتمعية، ونشكر جهود وزارة الداخلية متمثلة في وزيرها وبقية الأفراد، وشكرا معالي الرئيس. شكرا. إذن توصية اللجنة، توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع مع تعديل للأخ سعادة النائب. إذن الموافقون على توصية اللجنة مع التعديل الإملائي اللي تفضل فيه سعادة النائب حطاب، تفضلوا. أغلبية موافقة. سعادة النائب أحمد السلوم، تفضل. معالي الرئيس، المادة هي تتكلم عن الجهات وليس فقط الجهات الخاصة، يعني حتى الجهات الحكومية، فليش إحنا نسلب القطاع الخاص الحق اللي الجهة الحكومية تملكه؟ الشيء الثاني أن ما حد يعرف نية القطاع الخاص أنه ما يبي يساهم في التطوع ويساهم في أي مشكلة تصير في البلد، بالعكس القطاع الخاص ماد يده. وأنا أجلت مداخلتي لأن عندي في المادة 9 كان فيها كلام، بس يعني جدموها في مادة رقم 7، حبيت بس أوضح لا، القطاع الخاص مستعد، القطاع الخاص بيساهم بس يعطى فرصته في هذا الشيء، وراح أوضحها في المادة 9. فأنا مثل ما
الحكومة قالت أنه لازم يكون في موافقة، لأن في بعض الوظائف ما يصير متطوعين يطلعون كلهم يسوون خلال في العمل الوظيفي اللي موجود فيه، لازم يكون عملية تنظيمية ولازم يكون يطلعون على دفعات وتبعات، والكل يبي يخدم هالبلد، فإحنا لازم ننظم العملية وهذا اللي موجود. صحيح، شكرا. عندي نقطة نظام عن سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان، تفضل. معالي الرئيس، نقطة نظام عندي لأن أعتقد المادة أشبعت نقاش، مادة 7، ووجهات النظر واضحة. إذا هناك اقتراح أبعد فلنصوت عليه، إذا لم يكن هناك اقتراح أبعد فلنصوت على أصل المادة على أساس نمشي، لأن المشروع طويل وأمامنا مشاريع طويلة أيضا. شكرا. فإذا تصوتون على هذا الطلب بموافقتكم حتى يتم ذلك. أغلبية موافقة، شكرا. توصية اللجنة لو ما يحتاج. أذكر توصية اللجنة. نعم، توصية اللجنة المادة 7 الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. هل موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. ننتقل إلى المادة 8، تفضل. توصي اللجنة المادة 8، توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. سعادة النائب عيسى الكوهجي، إن شاء الله يكون رأيك في المادة 8. المادة 8 أو مداخلتك في المادة 8. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، القانون هذه كان يأينا في السابق حق قوة الدفاع، بالضبط نفس القانون طبقوا الأخوان في اللجنة أن يسوون القانون بالضبط ميانا المرسوم حق قوة الدفاع، احنا طبقناه هنا. ولكن أنا استغرب يا معالي الرئيس أن دائما يصير تعميم على المواطنين وليس بعض المواطنين، في فهم المواطنين المجلس يعمم عليه كامل. ليش نعمم على الكل؟ أنا هالسؤال لي، عندي سؤال استفسار، ليش التعميم يصير على كل المواطنين؟ ليش اليوم صار تعالي وأصوات عالية على النقاط احنا ممشينها؟ هذه الاستفسار الآن عندي. معالي، واضح، واضح استفسار. فأتمنى يا معالي الرئيس لو يصير مرة ثانية أنت توقفينهم، لأن الموضوع ما يحتاج الواحد يقول فلان وفلان، أنت قول البعض ما عندك مشكلة، بس واضح. تخص كل الناس، هاي لا مشكلة. شكرا سعادة النائب، واضح رأيك، ومن حق المجلس أن يتداخل ويدلو بدلوة في المواد، ولكن كل مسؤول عما يقول، وأنا أيضا مسؤولة عن شطب ما هو غير مناسب وغير لائق مما تتقدمون فيه. المادة 8، توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. المادة 8، الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 8؟ أغلبية موافقة، تفضل. المادة 9، توصية اللجنة إعادة صياغة نص المادة على النحو الواردة في النص بعد التعديل. مادة 9. سعادة النائب محمد عيسى، بس طبعا خذوا بعين الاعتبار أنتم ناقشتوا هالمادة قبل ما نوصلها، فلا تعيدون ما قلتوه، يعني كان واضح. ورد في السطرين الثاني والثالث من فقرة باء كلمة الدولة، ومن المفترض أن يكون الوزارة حتى يكون متسق مع المادة الأولى والمادة 22 من نفس المشروع بقانون، فتغير كلمة الدولة وتصير الوزارة. أيضا حتى ما يتعارض هذه المادة مع تعديل اللي أجريناه في المادة 5، من المفترض إلغاء الفقرة جيم من الصيغة المعدلة اللي أمامنا الآن، فتلغى الفقرة جيم وتعدل كلمة الدولة إلى الوزارة، مرتين ذكرت الدولة تعدل إلى الوزارة. واضح. إذن تصويت بمجلسكم على الموافقة على الرأي الأبعد الذي تفضل فيه سعادة النائب محمد العباسي بإلغاء كلمتي الدولة واستبدالهم بالوزارة وإلغاء الفقرة جيم من نفس المادة، تفضلوا. أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة. المادة 10، توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 10. أغلبية موافقة، تفضل. المادة 11. مادة 11، توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع مع التعديل. سعادة النائب الدكتور علي النعيمي، تفضل.
شكرا معالي الرئيس. بس فيما يتعلق بالمادة 11 في آخر سطر، بصراحة أنا يا ريت أحد يوضح لي إياها، أن في هذا الشأن على أن يراعي في تغيير التعويض في هذه الحالة ألا يقل عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم. فأنا بصراحة هاي المادة حاولت أقرأ كذا مرة، ولكن يبدو أن في الصياغة أو أنا اللي مفهوم، فيا ريت أحد يوضح لي. إن شاء الله ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة. تفضل سعادة اللواء محمد. أبداً أصف للمقاطعة مرة ثانية، ما بدنا نطول عليك. لا أبداً بالعكس تفضل. ولكن الأهمية، شكراً. أنا أتفق سمكرا مع الرأي الذي ذهبت للجنة فعلاً في السياق، تقديم كلمة الكلمة في الأول أوضح من جيل عبارة مستقطعة بهذه الطول. أيضاً أنا أتفق مع الاثنين، استبدال كلمة القوانين بكلمة القواعد. القواعد كلمة أشمل من يعني برود عبر واسع يعني، فأنا أشكرهم على هذا اللي قصدت مساعة في الاستدراك في التعديل والملاحظات. يعني الاعتراف بالحق فضيلة، فهذه اعتراف لهم بالحق في التعديل. شكراً سيدي. شكراً شكراً على الإيضاح. تفضل مقرر اللجنة. بس توصيل المادة 11 الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع مع التعديل. موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل مادة 12. المادة 12 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع مع تعديل. موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. طيب إذن توصية اللجنة؟ توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع مع التعديل. موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل مقرر اللجنة. المادة 14 توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. إذن توصية اللجنة. تفضل المادة 15 توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. إذن التصويت فقط على رأي اللجنة مع تعديل صياغة الكلمة كمتطوع إلى متطوع على أساس تمشي مع تفضلوا. أغلبية موافقة. تفضل المادة 16 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل المادة 17 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. سعادة النائب إبراهيم النفيعي. تفضل. شكرا معالي الرئيس. اجتازت المادة 17 من مشروع القانون للوزير منح المتطوعين لو سمة والشهادات التقديرية والأنواط، ولمنع تعارض مع المادة رقم 33 من الدستور فقرة طاء الله يسلمك، المادة نصت على أن الأوسمة يمنحها جلالة الملك. فلدي اقتراح بالتعديل، أقرأ الاقتراح مع الرئيس. فنقترح أن يتم مراعاة المادة 102 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام عند صياغة هذه المادة، باعتبار أن القانون المذكور هو الأصل بالنسبة إلى تنظيم قوات الأمن العام. لذلك أقترح التعديل التالي للمادة: مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979 وتعديلاته، يجوز لوزير الداخلية منح المتطوعين الشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والأقدام أو التضحية أو الفداء والتمييز في العمل. شكرا. والتميز في العمل معناته أنت فقط، حتى بس يكون واضح، أنت ألغيت كلمة الأوسمة. الأوسمة نعم. أوكي إذن مجلسكم يقرر
رأيه الأبعد في تعديل أو في إلغاء كلمة الأوسمة من الرأي المطروح أمامكم. إذن التوصية مع الملاحظة. نعم تفضل. توصية اللجنة الموافقة على المادة كما مع تعديل بعد التعديل. الموافقون على توصية اللجنة بعد التعديل الذي تفضلت فيه اللي تفضل فيه سعادة النائب إبراهيم النفيعي. نعم أغلبية موافقة. تفضل. المادة 18 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. سعادة النائب باسم المالكي تفضل. على غيث يعني في المادة 18 مبينة يكون للمتطوع أولوية للالتحاق، إذا كان المتطوع عاطل عن العمل أبي تفسير عنها، إذا كان المتطوع عاطل عن العمل. شكرا على غيث. سعادة وزير المجلسين تفضل. شكرا على رئيس. رئيس المادة الثالثة اللي أقرت قبل قليل في البند الثالث ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع من يكون على رأس عمل، هذا إن كان موظف في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، ثم قال ودراسته إن كان من الطلبة. فهناك ثلاث جهات مخاطبة حاليا بهذا القانون، العامل في الجهات الحكومية والعامل في القطاع الأهلي والدارس طلبة المدارس. أعتقد تعديل الأخ يعني باسم ما أرى له محل صراحة، هذا أولا. ثانيا قضية الإلزام في قضية الاختيار والتثبيت، هناك في نفس النص كما قالوا الأخوان يعني هناك جوازية لمعالي الوزير في قضية تثبت من يرى مناسبا. فأعتقد النص الحالي سليم، ولو أجرينا عليه تعديل راح يمس مواد أخرى مثل ما تفضل أخ محمد العباسي قبل قليل، مواد أخرى تم إقرارها من قبل المجلس. شكرا مع الرئيس. تفضل. توصية اللجنة. توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل. المادة 19. المادة 19 توصية اللجنة إعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد في النص بعد التعديل. سعادة النائب حمد الكوهجي تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، ارتأت اللجنة بتعديل يعتبر المتطوع الذي أنهى فترة التدريب من مأموري الضبط القضائي إذا التحق بالعمل التطوعي مع أفراد يتمتعون بصلاحية الضبط القضائي. أنا للأسف لأول مرة في هذا القانون بختلف مع رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة إن شاء الله بإذن الله. فعندي تعديل رأي الأبعد، يعتبر المتطوع بعد انتهاء فترة تدريبية من مأموري الضبط القضائي في حدود عمله والمهام الموكلة له. المادة 19 بنحذف نص التعديل وبنعدل عليه. ما عليك أمر. طيب يعني نسمع المداخلة الثانية وبنرجع لك رأي أبعد. شكرا. إن شاء الله. سعادة النائب أحمد العامر تفضل. لا كما ورد في المشروع قصدي. تفضل. شكرا مع الرئيس. عندي نفس المقترح تقريبا إلى حد ما، لكن أعتقد أنا مع التعديل اللي صار من قبل اللجنة. هذه المادة فقدت المرونة، يعني في بعض المأموريات البسيطة اللي يحتاجونها يمكن الأمن يمكن ما تحتاج تدريب أو تحتاج إلى تدريب بسيط. فأنا أعتقد نرجع حق النص الأصلي مع تعديل بسيط. أنا اقتبسته أمانة من النص التعديل، فالتعديل اللي أقترحه يعتبر متطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضائي إذا التحق بالعمل مع أفراد يتمتعون بصلاحية الضبط القضائي. فجمعنا بالاثنين، لكن الى الان عندي مرونه، يعني مو بشرط انه ينهي فتره التدريب، ممكن يخدم معاهم عندهم ذي الصلاحيه. واضحه النقطه؟ والله عيب. نعم واضحه، ويبدو لي ان هناك اتفاق يعني في الراي. لا انا اختلف معه، انا ارجع حق النص الاصلي من الحكومه. اي هو النص مع اضافه. نعم. بسيطه. نعم ولكن لدينا الرأي الأبعد عند سعادة النائب الدكتور نعيمي. تفضل قول مقترحك حتى إذا كان المجلس يوافق. هو ذا الرأي الأبعد كان. نعم. شكرا معالي الرئيس. المقترح والإبقاء على النص كما ورد في المشروع. ولمجلسكم القرار إن كنتم ترتؤون الإبقاء على
أصل المشروع، والقرار لمجلسكم بالموافقة من عدمه هو يرتئي رأيه الأبعد بأن يبقى النص كما هو. مجلسكم يقرر معه أو صوت. تصويتك يحسن. بعد ذلك لو صوت لا بنروح حق الرأي الأبعد الثاني. حاليا نصوت على الرأي الأبعد لسعادة النائب دكتور علي النعيمي اللي هو الإبقاء على النص الأصلي كما ورد في أصل المشروع. تفضلوا. أغلبية موافقة. إذن نذهب إلى المادة 20. نعم 20. توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل. المادة 21 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل. 22 توصية اللجنة الموافقة على المادة كما وردت في نص المشروع. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. المادة 23 توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع. مادة 24. موافقون على توصية اللجنة. أغلبية موافقة. والموافقون على المشروع بقانون بجميع مواده ومجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وإحالة إلى مجلس الشورى بذات الجلسة. تفضلوا. أغلبية موافقة. شكرا مقرر اللجنة. شكرا معالي الرئيس. إذن ترفع الجلسة. شكرا.